ايه ماجد رايك؟ عبد الله يدخل المناهج في الدراسه السعوديه؟ احنا نعرف انه اسمك الان راح كسيره ذاتيه راح يتم استعراضها في احد مواد الدراسه في المملكه العربيه السعوديه. انت اليوم ماجد بعد هالمسيره الطويله في كره القدم وهالحب اللي انت تجده من كل الناس في الشارع وفي وسائل الاعلام المنصفه، الاتحادات الدوليه، الجهات الرسميه الدوليه، لما تجد هذا النوع من التقدير الداخلي من الدولة من الحكومة أنه تضع اسمك في لتدريس الطلاب خلينا نقول قدوة حسنة يقتدي فيها النشء، ايش تعبيرك؟ طبعا أول شيء أحمد ربي على هذا، والشيء المهم أيضا أنه سيرة اللاعب أو الرياضي سواء ماجد أو غير ماجد سيرته هي أهم حاجة. يعني ممكن يكون اللاعب ممتاز داخل الميدان لكن خارج الميدان سيء، فهي يعني مو كافي أني أختار فلان عشان يكون في منهج أنه كان لاعب كويس، لا، في أمور وضوابط كبيرة جدا هي أهم من أنه ككونه لاعب. سيرتك، علاقتك مع المنتخب، ما في مشاكل مع المنتخب، ما في مشاكل مع ناديك، أيضا علاقتك مع الناس خارج الملعب، أيضا في سفرك خارج المملكة، أيضا كيف الناس، كيف أنت تعامل الناس وكيف الناس كيف يروك، فهي كلها عملية متكاملة. يعني يضايقك لو وضعوا في المنهج لاعب ثاني معك؟ لا طبعا بصراحة. لا بصراحة لا. يعني أول حاجة خلينا نحن نكون واقعيين، في السابق نظرة الناس للكرة أو للاعب أو للنادي ما كانت نظرة جيدة، صحيح معي في هذه ولا لا؟ صحيح. أوكي، بعد فترة خصوصا يوم الأندية انتقلت إلى الأندية الجديدة وقعدت فترة كذا، بدأوا الآباء يجون مع أبنائهم إلى الأندية، تقبلوا فكرة الرياضة وشاهدوا فيه الإداريين وفي ناس مسؤولين وفي كذا كذا، بدأت الفكرة تتغير شيئا فشيء إلى أن جاء الاحتراف أعطى صفة اجتماعية للاعب، وفي نفس الوقت أعطاه أنه هذا عملك، يعني فيه مردود لك شهري. هذه أيضا غيرت مفهوم كرة القدم عندنا. الآن لما يحطوا مثلا ماجد في المنهج أو في مسألة معينة أو لاعب غير ماجد، أنا بكون مبسوط لأنه اللاعب الرياضي الآن يمكن يكون بكرة مو كرة قدم، يمكن يكون فارس أو يكون من الألعاب الأخرى. أنا بكون سعيد ومبسوط لأنه الآن الدولة اهتمت بالرياضي وخلته أنه ممكن الطلاب يدرسوا سيرة هالرياضي. فبالعكس أنا أكون سعيد جدا سواء أنا أو أي أحد من الزملاء، هذا ما يزعل أحد، ما يهمنا. المشكلة عندنا إحنا بعض الأشخاص المريضين، أنا أسميهم مريضين، اللي إيش معنى هذا في النصر عشان يكون كذا، إيش معنى هذا في الهلال يكون كذا، في عينة موجودة وقديمة وما زالت موجودة، هذه هي اللي تحاول تشوه. بس انت ما يضايقك لو مثلا شفت يوسف الثنيان في بالعكس يسعدني يوسف الثنيان من اللاعبين الكبار والمميزين، سواء هو سواء الدعية، اي نعم، ويستحقون. نعم. طيب عبد الله،